الصحيح أننا نقول عن الأنبياء والرسل أن الله أيدهم عليهم السلام أيدهم بالآيات. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: نقول آية ولا نقول أن لهم معجزات، هذا لأن هذا الذي جاء في القرآن في 9 آيات، أما المعجزة قد تكون لغير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. خوارق العادات أو الأشياء التي تأتي على خلاف ما اعتاد الناس، يعني مثلا إنسان يحفظ القرآن، يحفظ مثلا صحيح البخاري، يستطيع يمشي مثلا من مسجد قباء إلى المسجد النبوي، هذا أمر طبيعي صح أو لا؟ أما يطير في الهواء، يمشي فوق سطح الماء، يشرب السم ولا يحصل له شيء، لا، هذا خارق للعادة، يعني شيء يأتي على خلاف ما اعتاد الناس. قال خوارق العادات 4، يعني أشياء تأتي على خلاف ما اعتاد الناس 4: آية، وهذه لا تكون إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد ختمت الآيات بموت النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني يقول كرامة وتكون لأولياء الرحمن. من هم أولياء الرحمن؟ أولياء الرحمن، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. هذه تأتي لهم كرامات. بعد هذا الأول الآية، والثاني الكرامة لأولياء الرحمن، الثالث المعجزة والفتنة واستدراج، وتكون لأولياء الشيطان لا إيمان ولا تقوى، كما يحدث نسأل الله عافية والسلامة للدجال مثلا. الرابع فضيحة، الرابع فضيحة، مسيلمة نسأل الله عافية والسلامة، لو تسأل أي أحد، اسأل من شئت، من أكذب الناس؟ يقول من؟ مسيلم الكذاب، أكذب الناس نسأل الله عافية السلامة مسيلم الكذاب. من دلائل صدق النبوة عند النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الناس بماذا؟ بما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأيد الله سبحانه وتعالى هذا النبي صلى الله عليه وسلم بآيات النبوة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك في المدينة بئر فيها ماء قليل، فطلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الماء. دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في هذا البئر، وإذا بالماء يزيد. علي رضي الله عنه كان في عينيه رمد، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في عينيه، برئ كأن لم يكن به وجع. قالوا لمسيلمة كذاب نسأل الله عافية والسلامة، قالوا عندنا رجل فيه رمد تمتم وبصق في عينه ذهب بصره. هذه فضيحة، كل من كذب على الله يفضح الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. فقالوا خوارق العادات 4: آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد انتهت الآيات بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد أن يأتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عندي آية، كاذب وكافر، كفر أكبر. الثاني آية تكون لأولياء الرحمن، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الثالث معجزة وفتنة واستدراج تكون لأولياء الشيطان، كما يحدث قلنا للدجال مثلا نسأل الله عافية والسلامة. الثالث فضيحة، كل من كذب على الله يفضح الله في الدنيا قبل الآخرة نسأل الله عافية والسلامة.